جزاكم الله خيرا. يسألنا أخواتنا فيقول: إذا كان على الإنسان قضاء ثم تركه حتى دخل العام الآخر فماذا عليه؟ هل يكفر عن ذلك الشهر ويصوم الذي دخل ثم يصوم الآخر بعده؟ وهل عليه مع صيامه كفارة؟ إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان فإنه ينبغي يستحب له المبادرة بقضائه، ولكن لا يجب عليه القضاء إلا إذا لم يبقى قبل رمضان الجديد إلا قدر الأيام التي عليه، فإنه حينئذ يجب عليه، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا دخل عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان، يصوم رمضان الجديد ويؤخر القضاء إلى ما بعده، ثم إن كان معذورا في تأخيره لم يتمكن من القضاء حتى دخل عليه رمضان فإنه يقضي بعد رمضان ما فاته من الشهر السابق ولا شيء عليه، وإن كان تأخيره لغير عذر بل من باب الكسل حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه بعد صيام رمضان الحاضر يقضي ما عليه من الأيام من رمضان الأول ويطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير. نعم.